صلة الأرحام، من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد له في رزقه فليصل رحمه. من الرحم الذي إذا وصلناه مد الله في آجالنا؟ هو الرحم المشاكس، الرحم الذي تصله ويقطعك، تحسن إليه ويسيء إليك، تحلم عليه ويعجل عليك. ولذلك تلاحظون معظم وصلنا كما يقول شيباننا امزارك طيب، يعني أعطني أعطيك، زرني أزورك، اذبح لي واذبح لك، شكرا جزاك الله خير، هذا ما أخذها في الدنيا. الرحم الذي أو العمل الذي يمد في أجلك في صلة أرحامك أن تصل من قطعك ابتداء، وتحسن إلى من منعه وأجهل عليك. والحبيب يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت، وفي رواية قطعت رحمه وصله. إذا بغيت عمر طويل كيف يمد الله في العمر؟ قيل إما أن يبارك الله في وقتك، تلاحظون بعضهم عمره 20 سنة وحافظ البخاري ومسلم والقرآن وباني بيت ها، ويحفظ القرآن ويعلم الناس وعمره 20، وتلقى واحد عمره 80 ما أسلم على يده أحد، ولا زال في الديون ولا زال في الهموم وسكر وضغط وأمراض وغيرها، ما تجد أنه ما حقق شيئاً. وآخر 20-18 منجز عمل إنسان عمره 60. السبب البركة. ولذلك من صلة الرحم إن وصلت بارك الله في عمرك، أو دفع عنك البلاء، أو زاد في العمر حقيقة. فإن الدعاء مع القضاء يتعالجان بين السماء والأرض، فينزل القضاء عليك لكنك واصل الرحم، قالت عمتك وانت قاطعها وعيالها، الله يمد في عمرك ويبارك في رزقك، فتح الله لها الباب. لذلك أحبابي بحاجة نحن إلى أن نمد في أعمارنا بصلة أرحامنا. وبعدين لا تقول لي أنا رحت فلان لا خل عنك فلان وفلان، فلان هذاك أبو محمد ابن عمك ابن خالك فلان الذي بينك وبينه الشحناء، إن لرحما يقوله صحابي يشتكي كما نشتكي، لرحم أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال الحبيب إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير. إذن صلة الرحم تمد في الأجل.